تخيل سفينة حربية ضخمة تختفي فجأة لتظهر في مكان بعيد خلال دقائق، أو تخيل أنك سافرت عبر الزمن. هل يمكن لذلك حقا أن يحدث؟ في 28 من أكتوبر عام 1943 اختفت المدمرة USS Eldridge من ميناء فيلادلفيا لتظهر بعد دقائق في نورفولك بفيرجينيا بعد تركيب مجال كهرومغناطيسي حولها ليجعلها غير مرئية من رادارات العدو، اعتمادا على أبحاث عالمين عبقريين هما ألبرت أينشتاين ونيكولا تسلا. لكن تجربة فيلادلفيا الخطيرة والتي أجرتها البحرية الأمريكية تم إيقافها بعد اختفاء عدد كبير من طاقم السفينة وعلاج الناجين بالتنويم المغناطيسي، ما أثار لغزا محيرا لعقود، إلى أن ظهر رجل يدعى ألبيليك زعم أن لديه معلومات عن التجربة الغامضة بعد أن تدفقت عليه الذكريات لدى متابعته فيلم تجربة فيلادلفيا في عام 1988. فقرر مشاركتها والتحدث في مقابلة له كيف أنه كان وشقيقه على متن السفينة وقفزا في البحر ليستيقظا في مكان غير مألوف. وروى بيليك أنه اختبر فترتين من المستقبل، الأولى في عام 2137 والثانية بين عامي 2749 و2751، وأنه شهد تناقص عدد سكان العالم بشكل كبير، كما شهد مدنا عائمة وعالما يتحكم فيه الذكاء الاصطناعي. فهل تصدقون ما زعم بيليك؟ أم أن تجربة فيلادلفيا نفسها كانت مجرد أسطورة؟ شاركونا آراءكم.